ليليان. هلا حنشوف مين بيضبط هاي الاشكال اكثر. اي شكل نعمل؟ هذا الشكل. هذا لا لا هذا هذا الصاروخ الصاروخ. اوكي يلا على الصاروخ. يعطيهم العافية. الله يعافيك. شو هالألعاب الحلوة هاي؟ ألعاب الذكاء تعرف. ألعاب شو؟ للذكاء. كيف هذا الذكاء ضبط؟ يعني بتلم الذكاء لازم تشكل فيهم شكل. يا عمي على اللي بيستغل عطلتهم الصيفية بإشي مهم ومفيد، مش بس مجرد نضيع وقت يا جوان ويا ليليان. وفي أخبار حلوة اليوم كمان. إيش؟ بما إنه جوان وليليان وكمان مين؟ كمان إيش يعني كمان؟ يعني زيادة في أشياء أخبار حلوة كمان. يلا بابا احكيها. اليوم يا حلوات اه حتيجي تزوركم اه بنوتة انتو اشتقتوا لها كتير 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 كتير. مين؟ حتيجي يا بابا مريم بنت عمو أيوب. وأخيرا اجوا من السفر والحمد لله، وجاي اليوم إن شاء الله تقعد معاكم تلعب معاكم وتنام عندكم. عن جد يا بابا معقول تنام عندنا؟ بابا طبعا عادي تنام عندنا طالما انه انتو بنات وما في ولاد كبار ما في شباب، فعادي يا بابا لو نامت معاكم. هو هالفروس وهالفروحة اللي موجودين عندنا وهي بابا بعمركم حتنبسط معاكم وتنبسطوا معاها. ولكن ايش؟ ولكن ايش؟ اول اشي شو لا بابا لازم نعمل؟ ايش؟ هلا غرفتنا لها ترتيب ارتبها وتكون مرتبة. ثاني اشي يا بابا اذا في عندكم العاب بدكم تلعبوها بألعابكم، خاصة يا بابا مش نصير نخبي العاب او العاب، لا يا لولو يا جوجو انتوا تقولوا والله هاي لعبة حلوة خلينا نخبيها عشان ما تلعب فيها مريم. لا، اذا بدكم تخبوا اشي بابا مسموح تخبوا اشي واحد. ايش هو؟ الاشياء بابا الخاصة فينا، يعني في مرات يمكن جوان في عنده اشياء ما بدها حدا مش يلعب فيها، ما بدها حدا يستخدمها، اشياءها خاصة فبتخبيهم عادي. لكن باقي ما تبقى يا بابا زي ما بتحبوا انتوا لو تروحوا عند الناس يقروا بالهم عليكم ويلعبوك بالعابه تنبسطوا معاهم، لازم هيك تسوي مع مريوم. تمام. هذا أولا. ثانيا إذا سمحتوا بدنا نغير ملابسنا. طب مش يعني لو غير مش حدا غريب يعني. لا يا بابا حتى لو مش حدا غريب. بابا حسن استقبال الناس إشي مهم جدا، نلبس أحلى الثياب، نرتب بيتنا، منعطره، منبخره، غرفتنا بالعطر الحلو، عشان بابا يكون شيء مرتب يليق بالزائر اللي جاينا. تمام. سواء كان مريم أو غير مريم بشكل عام، إذا عنا إجى عنا ضيف بابا لازم نكون مرتبين حلوين نستقبله بأرتب شيء عندنا. تمام. تمام. يلا بابا قوموا استعدوا يكونوا جاهزين لأنها يمكن بأي لحظة توصل. يلا توكل على الله سريعا. يلا 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 أهلا وسهلا، اشتقنا لك كثير. تفضلي تفضلي تعالي. يا أهلا وسهلا. ايش هالمريوم العسل؟ دعاء السلامة. شو هذا؟ انتقمين؟ انا اصلا ما عرفتكم من بعض اصلا. اهلا وسهلا. ايش هذا كمان انت انتقم معاهم؟ لا اهلا وسهلا. كيفك يا عمو؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف امورك تمام؟ الحمد لله. شو الله كبرانة وحليانة وطولانة وطولانة. كيف امورك؟ الحمد لله. كيف ماما وبابا؟ يعني انا بعرف ان بابا اليوم مشغول، قال لي هلا ححطها عند البنوتات عشان تنبسط معاهم وبكره ان شاء الله حاجه عشان اخذها. فاهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ شو اخبارك؟ والله الحمد لله اشتقنا لكم كثير. طمنينا عنك. خلصتوا مدارس؟ اه الحمد لله خلصنا. انتوا طمنونا عنكم، زمان والله ما شفناكم. احنا اللي زمان ما شفناكي والله. اسمعي يا مريم، والله من اول ما عرفنا انك حتيجي رتبنا جدول كامل عشان نستمتع فيه طول اليوم. حتستمتعي معنا، حتطلع من البيت نفسك تضلي ان شاء الله. وبعد هالقعدة الحلوة هاي شو لازم هلا بلزمنا؟ نجيب لها الضيافة. شو بدنا نضيف هلا مريم؟ تتكلمنا على البرنامج ايش الاشياء اللي بتحبها اللي ممكن نضيفها اياها. بتحب المشروب الساخن هي؟ جد تحبي عمو المشروب؟ والشوكولاتة بتحبيها؟ يا عيني يا فاروس شو عرفك؟ يلا نروح نعملها. شفتي شفتي فروحة؟ العب فروحة لما يجهزوا لك. يلا بابا جهزوا لها خليها تشوف فروحة. فروحة وين مريوحة؟ وين مريوحة فروحة؟ ضبطوا لنا يا بابا المشروب الساخن ها؟ يلا يلا اللي يكون احتزاكي ومرتب. الله جبت لها بسكوتة.
وكيف المدرسة هناك يا عمو؟ حلوة. صلوح شو أخبار صلاح الدين؟ الحمد لله. هلا بالحلوات، هلا بالحلوات، هلا بالحلوات. تفضلي تفضلي. حر الجو هناك عمو؟ الله حامي. جد؟ كيف حالك؟ والله الحمد لله. المدارس عندكم صعبة؟ لا والله من هذه عندنا كثير سهلة. وبعدين مع هالجلسة الرسمية خلاص يلا هلا وينكم تروحوا؟ بدكم تلعبوا اه؟ يلا خذوا مريومة والعبوا معها بالغرفة توكلوا على الله. جوجو بابا يلا توكلوا على الله. يلا روح العب. هلا بابا يمكن بنت عمنا خجلانة منا تمام؟ ضروري بابا نلعبها بالالعاب اللي معانا. نشوف احنا قلنا تعطوها الالعاب اللي تلعب فيها وتنبسط فيها، اهم شيء بابا انها تنبسط، احنا هي جاي عندنا بتحبنا فلازم احنا ننبسط، تمام؟ الله يرضى عليك، يلا. كمان تكمل شوكولاتتها. لازم نجيب جارتنا هلا العصر، يلا. اهلا وسهلا. اهلا كيفكم؟ والله زمان ما شفناكم. ايه اللي زمان ما شفناكم؟ تعرفي انشغلنا في الشغل وال يعني البيت، شغل البيت، فاكيد اكيد يعني مش حنقدر نشوف بعض. نحن سمعنا واخيرا. بدكم نطلع مشاوير بتصير؟ يلا. شو حابين تتضيفوا؟ شاي، قهوه، ايش الحاجه اللي بدك اياك؟ اللي بيريحك وما في داعي تغلبي حالك. يعني كاسه مي بتكفي. عندي خلص يلا. يلا هيني راح اجيب لكم كاسة المي. شكرا. ايش يا بنوتات؟ كيف اللعب؟ حلو زي مبسوطين؟ ساعه فارس ساعدكم ولا غلبكم؟ يعني لا بابا لكم يمكن اكثر من ساعتين عم تلعبوا، هلا صار لازم نتعشى. ولا أنا. شو بدك تعشي وانا عارف شو بدك تعشي؟ والله اي شيء بتعملي. شو رايكم نعمل سندويشات؟ شو رايكم؟ أوكي. يلا عملكم سندويشات؟ كعكو شاي. كعكو شاي. كعكو شاي. بدكم كعكو شاي ولا سندويشات؟ يلا تصويت تصويت. لا تصويت، مين بده كعكو شاي يرفع ايده؟ مين بده سندويشات يرفع ايده؟ ارفع ايدك، لا نزل ايدك انت، ارفع ايدك معي، نزل ايدك انت، نزل ايدك، ايوه تصويت تصويت. انا كعكو شاي. وكسبت رفعت ايدك مع السندويشات. العيد مين بده سندويشات يرفع ايده؟ خلص كلنا سندويشات، يلا عملكم سندويشات؟ يلا خليكم العبوا انا بجيبكم. انا بعمل لك كعكو شاي، تعال تعال تعال. يلا يا حلوين العشاء وصل. تفضلوا، هلا شو بدكم تعملوا؟ ايش؟ نتعشى؟ بعدين نروح الحمام نفرش اسناننا نتوضى ومنصلي وبعديها ايش؟ ننام عشان بكره الصبح ان شاء الله في لكم برنامج كامل من الصبح. بس بابا والله انه السباحه في المزرعه. السباحه في المزرعه، برافو عليك. ايش هو يا بابا؟ وقت كثير بكير بابا، مو وقت كثير بكير، ترى الساعه صارت 11:15. هلا لعبين ما تناموا ولعبين ما تخلصوا لهي الساعه 12 منتصف الليل، متاخرين كثير كثير انتم. انا عارف انه البنات لما يجتمعوا مع بعض ببلشوا قصص، ولكن النوم النوم عشان برضو في عنا صلاة فجر بابا نصحى نشتغل عليها. يلا صحة وعافية كلوا يا عمو. يلا بسم الله. يلا يلا لا 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 يلا يلا نظبط حطوها هون شوي نصيحة لهناك. بابا ايش بنعمل؟ بدنا ننام جنب بعض. بابا لا ننام جنب بعض لا. ايه بابا لا يا بابا لا ما بس. بابا احنا لنا سنة مش شايفين بعض يعني بدنا ننام. اسهروا اقعدوا هلا جنب بعض، اسهروا بابا كل واحد بينام على فرشته. مريم وتنام على هاي الفرشة، انت بابا على فرشتك وليلى على فرشتها، اتفقنا يا بابا؟ بس كمان قلنا السهر ما بنطول كثير وضحكة بصوت عالي ونأذي الجيران، هلا يصير جارنا يطبل على الباب، ايش في عندكم فوق؟ لا، تمام؟ تمام. انبسطنا فيك كثير يا مريومة، نورتينا يا عمو، اهلا وسهلا فيك، انبسطتوا معاها؟ كثير. كل صيف لما تيجي عندنا نجيبها عندنا على البيت؟ طب انت انبسطتي معاهم؟ كثير. والله كثير. الله يرضى عليك يا رب، الله يسعدكم يا حبيبات، يلا خذ راحتكم زي ما اتفقنا.